بقى للدوري الإسباني اللي برشلونة تعثر فيه مرة تانية وتعادل مع رايو فايكانو 1-1 في المباراة اللي اتلعبت في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني على ملعب رايو فايكانو. برشلونة فشل إنه يحقق الانتصار على رايو فايكانو للمباراة الخامسة على التوالي في جميع البطولات. سجل أهداف المباراة أوني لوبيز في الدقيقة 39 واللي سجل هدف التقدم لرايو فايكانو. التعادل جه في الدقيقة 82 لما سجل فلوريان لوزيني هدف التعادل في مرماه بالخطأ. التعادل رفع رصيد برشلونة للنقطة رقم 31 في المركز الرابع بفارق 3 نقط عن جيرونا المتصدر، ولكن برشلونة لعب مباراة أكثر من جيرونا. أما بالنسبة لرايو فايكانو فرصيده وصل للنقطة رقم 19 في المركز العاشر في الليجا الأسبانية، وبرشلونة هيلعب ضد بورتو في الدوري الأبطال الشامبيونز ليج يوم الثلاث اللي جاي، بعدها هيلعب في الدوري الأسباني يوم الحد في مباراة تبقى مهمة وقوية أمام أتلتيكو مدريد. عايز أقول لكم إن بعد التعادل امبارح يعني تشابي هرنانديز المدير الفني ونجم برشلونة كان مستاء جدا من نتيجة المباراة و هاجم التحكيم بشكل كبير وقال ان كان ليهم ضربات جزاء وان الهدف حتى اللي دخل فيهم كان يعني بنسبه كبيره كان فيه تسلل، ويعني كان هجوم بصراحه كان كبير جدا من تشابي هرنانديز امبارح بعد المباراه، وقال كمان ان برشلونه كان ليها ضربه جزاء في المباراه. لكن عايز اقول لكم برضو ان احنا يعني كمتفرجين او كمشجعين برشلونة امبارح كان سيء جدا وما قدمش يعني المردود اللي كان منتظر منه، وبرشلونة اصلا ما بيقديش بقاله كذا ماتش بصراحة اداء يعني نقدر نقول عليه اداء مقنع انه يكسب اي مباراة، وده اللي اكيد مستاء منه مديرهم الفني تشابي هرنانديز، واحد اكيد زي ما احنا عارفين من النجوم الكبار اللي جم في تاريخ النادي الكتالوني.